من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في باب الاستطاعة من كتاب الكافي الشريف في هذا الباب يروي ثقه الاسلام الكليني الروايات او بعض الروايات الوارده عن اهل البيت عليهم الصلاه والسلام في هذه المساله العقديه كما ذكرنا فيما مضى ان الصحيح في اعمال الانسان انه لا جبر فيها ولا تفويض، وإنما أمر بين الأمرين. الله سبحانه وتعالى يقضي ويقدر ويريد ويشاء، ولكن ليست قضاء وقدر ومشيئة وإرادة حتم، بحيث أنه يتحقق الفعل رغما على أنف الإنسان. وإنما أراد الله وشاء وقضى وقدر اختيار الإنسان. فلذا الإنسان يكون مختارًا بإرادة من الله. فلا هو مفوض إليه بحيث لا تكون لإرادة الله دور في هذا الأمر. ولا هو مجبور على عمله بحيث لا يكون لاختيار الإنسان دور. وإنما قضى الرب وقدر وأراد وشاء أن يكون العبد مختارًا. فالعبد باختياره الناشئ من قضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته يقوم بالأعمال الاختيارية. وهذا ما تطرقنا له مفصلًا في الباب الماضي. باب الاستطاعة هو في الحقيقة تكملة لباب نفي الجبر والتفويض وإثبات الأمر بين الأمرين، لأنه بعض منتحلي الإسلام في زمان الأئمة كانوا مجبرة طبعا لحد الآن الأكثر ممن يدعي الإسلام من المجبرة الأشاعرة مجبرة. السلفيون مجبره يعتقدون بان الانسان مسير في اعماله وليس مخيرا. في زمان الائمه ايضا كانت هذه الفكره رائجه في صفوف الناس، ولذا كان ياتي اصحاب الائمه عليهم الصلاه والسلام ويسالونهم عن هذه المسائل الرائجه بين الناس. فكانوا عليهم السلام يجيبون الجواب الوافي الشافي الذي هو الحق الصراح زين الاستطاعه هل الانسان مستطيع لاعماله او لا؟ الاستطاعه كلمه مرادفه للقدره عندما نقول فلان قادر او نقول فلان مستطيع على هذا العمل لا فرق الا فروق لغويه الطاعه من الطوع والقدره من قدره لكن المعنى المتحصل من الكلمتين واحد القدره تتعلق بطرفي الفعل والترك يعني عندما نقول فلان قادر على المشي باي معنى يعني قدرته تعلقت بالماشي وبترك المشي اما اذا كان احد الطرفين ممكنا والطرف الاخر ممتنعا هذا لا يسمى قدره يعني مثلا الذي يسقط من شاهق هذا الإنسان أحد الطرفين متحقق أنه هذا سيرتطم بالأرض. لكن هل يتمكن من أن يمتنع من الارتطام بالأرض؟ لا لا يتمكن. فهل هذا هو قادر على السقوط أو مضطر إلى السقوط؟ لا يقال قادر على السقوط. هذا الشخص اللي الآن في حال الهوي لا يقال قادر على السقوط يقال مضطر الى السقوط انت بدون اله لا تتمكن من الطيران هل يقال اننا قادرون على البقاء في الارض كله لماذا لان الطرف الاخر لا يتمكن الانسان من فعله بان يطير نعم الطائر للشوفه اذا هو جالس على الارض تقول هذا قادر على الجلوس على الارض لماذا لانه يتمكن من الطيران فقادر على الطيران وقادر على عدم الطيران فنقول قادر اما اني اللي لا اتمكن من الطيران مضطر في البقاء في الارض فاذا الاستطاعه هي كالقدره تتعلق بالطرفين إذا تعلقت بطرف الفعل فقط دون الترك هذا يصير اضطرار للوجود وإذا تعلق بطرف, بطرف الترك دون طرف الفعل هذا يصير اضطرار للترك امتناع الوجود ليس هنا قدرة ليس هنا استطاعة وهذا أمر بديهي يعرفه كل أحد حتى الطفل الصغير يفهم معنى القدرة أنه يمكنه أن يفعل ويمكنه أن يترك الشيء الذي لا يتمكن من فعله لا يقال أنه قادر على الترك أو الشيء الذي لا يتمكن من تركه لا يقال أنه قادر على الفعل هذا أمر جدا بديهي لكن المشكلة أن المجبر حينما ابتعدوا عن تعاليم آل الرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام وتركوا أحد الثقلين هذا أدى بهم إلى ترك الثقل الآخر أيضا اللي يترك تفسير الرسول وآل الرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام هذا يترك القرآن أيضا في العمل لأنه لا يفهم معنى القرآن أو كثير من آيات القرآن خاصة الآيات المتشابهة ويبدا بتفسيرها تفسيرا مغلوطا ويتبع هذا التفسير المغلوط عمل مغلوط وهذا العمل هو ترك القران الكريم فبتركه الرسول واهل البيت عليه وعليهم الصلاه والسلام يترك القران ايضا لا يمكن ان يتمسك بالقران من دون التمسك باهل البيت لان رسول الله صلى الله عليه واله قال وإنهما لن يفترقا هذا لن لنفي التأبيد حتى يرد علي الحوض فإذا تريد أن تتمسك التمسك بكليهما لا تمسك بأحدهما دون الآخر إذا هؤلاء تركوا أهل البيت شافوا مجموعة من الآيات المتشابهة لم يفهموا معناها أو دخلت أهواء سياسية لانه اذا العالم كان واعظا للسلطان ويقبض الراتب منه هنا كل هم يصير في تبرير فعل السلطان واحيانا السلطان يريد يخدر الناس حتى لا يثورون ضده حتى لا يثوروا ضده حتى لا يطالبوا بحقوقهم فخلص يطرح فكرة الجابر هذا قضاء من الله سبحانه وتعالى ورغما على آنافكم لا بد أن ترضوا بقضاء الله سبحانه وتعالى لأنه لا يمكن تبديل قضاء الله يعني بهذه المغالطة السلطان يستمر في استبداده واستئثاره بالسلطة والمال وواعظ السلطان يوجه كلام السلطان طمعا في حطام الدنيا إذن هؤلاء نشروا فكرة الجابر وأن الإنسان ليس مستطيعا لا قبل الفعل ولا حين الفعل ليس مستطيعا في هذا الباب الأئمة عليهم الصلاة والسلام يبينون أن الله قضاءه وقدره ومشيئته وإرادته هذه لا تسبب جبر الانسان في افعاله الاختيارية. مثلا الحديث الاول علي بن اسباط يسأل الامام الرضا عليه الصلاة والسلام عن الاستطاعة. ذولا وعاظ السلاطين كانوا متصلين بالسلطة والسلطة تروج لوعاظها في الاعلام. فلذا هؤلاء كانوا ينشرون عقائدهم حتى اذا كانت تخالف القران الكريم فالكلام ينتشر بين الناس هناك مؤمنون يعلمون بانه يجب ان يستقوا علومهم من المنبع الصافي المتصل برسول الله صلى الله عليه واله والرسول متصل بالوحي فكانوا يأتون إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام ويستفسرونهم زين الأئمة عليهم الصلاة والسلام مو فقط كانوا يبينون لهم الواقع بل في كثير من الأحيان كانوا يعلمونهم الدليل أيضا من القرآن أو من العقل وأحيانا الدليل الاحتجاجي لأنه يمكن أنت في منطقة المخالفون هم الأكثر ويحتجون عليك فأنت تحتج عليهم بما يثبت المدعى الحق سواء بالدليل النقلي أو بالدليل العقلي زين فهنا يجي علي بن أسباط ويسأل الإمام الرضا عن الاستطاعة الإنسان مستطيع لو مو مستطيع فقال الإمام عليه الصلاة والسلام يبين قاعدة أن العبد يستطيع إذا تحققت مقدمات أربعة، بعدم هذه المقدمات أو بعضها الإنسان لا يستطيع، لأنه احنا مثل ما ذكرنا أمر بين الأمرين، مو كل شيء تريده أو تحبه يمكنك أن تفعله. وإنما هناك أفعال اختيارية للإنسان يتمكن من فعلها أو تركها وفي هذه الأفعال التكليف لأن يكلف الإنسان لأنه تكليف الإنسان بما لا يقدر هذا قبيح وعقابه على ذلك أقبح إذا واحد أسود مثلا بشرة سوداء نقول أنت مكلف على أن تكون بشرتك بيضاء على ان تكون بشرتك بيضاء. هو ما يستطيع يسويها بيضاء يعاقب على ذلك، اصل التكليف قبيح والعقاب اقبح. اما هناك افعال يتمكن الانسان من فعلها. يتمكن من الصلاه، الله سبحانه وتعالى يامره بالصلاه. يتمكن من شرب الخمر او ترك شرب الخمر، الله سبحانه وتعالى ينهاه عن شرب الخمر، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، زين، الفعل الاختياري لابد له من مقدمات اختياريه، واهم هذه المقدمات الاختياريه يعني المقدمات التي تكون للفعل الاختياري أربعة مقدمات، الإمام يذكرها، ثلاثة منها واضحة، الرابع مو واضح، وجاءت منه ومن عدم فهمه شبهة الجبر، لذا الإمام يوضح هذه المقدمة الرابعة، فقال يستطيع العبد بعد أربع خصال، يعني أربع مقدمات إذا اجتمعت هذه أهم المقدمات وقد تكون تكون المقدمات أكثر وكما هو واضح في علم الأصول العدد لا مفهوم له. هذه المقدمات الرئيسية. أولاً أن يكون مخلى السرب. السرب يعني الفكر، البال. يكون منتبه إلى الشيء. بعض الأحيان الإنسان يغفل. لذلك لا يعمل عملا لأنه غافل عنه العمل الاختياري لازم يكون بالتفات من الإنسان فإذا لم يكن ملتفتا لا يكون ذلك العمل اختياريا مثلا النائم النائم عادة يتقلب في نومه ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال زين تقلب النائم في نومه هذا عمل اختياري لا شنو نعبر عنه نقول عمل لا إرادي لماذا؟ لأن الإنسان في حالة النوم تتعطل كثير من مشاعره فلذا هذه الأعمال لا تكون أعمال اختيارية هسه إما تكون بالطبع أو بجهة أخرى أما الإنسان اللي هو مستيقظ وبالهم مو مشغول هذا يكون مخلى السرب السرب بكسر السين بمعنى البال عندنا كلمة أخرى هذه يستعملوها في الحج مثلا من المقدمات الاستطاعة في الحج تخلية السرب السرب يعني الطريق كما في الآية الشريفة فاتخذ طريقه في البحر سربا فالمقدمة الأولى للفعل الاختياري أن يكون مخلى السرب لا يكون باله منشغل بشيء اخر فيغفل عن هذا العمل. ثانيا صحيح الجسم. ثالثا سليم الجوارح. صحيح الجسم يعني لا يكون مريضا. سليم الجوارح يعني لا يكون ناقصا. يمكن واحد ناقص الاعضاء وليس بمريض. واحد ايده منقطعه مقطوعة. مو مريض، لكن هذا ليس سليم الجوارح، إحدى جوارحه مقطوعة. أما إذا الإنسان ما كان مريض وجوارحه كانت كاملة، الأعمال الاختيارية التي يأتي بها ببدنه وبجوارحه يتمكن من الإتيان بها. زين هذه المقدمات الثلاثة معناها واضح. مخلى السرب صحيح الجسم سليم الجوارح الكلام اللي اجت في شبهة الجبر المقدمة الرابعة له سبب وارد من الله زين شنو معنى سبب وارد من الله ها هنا تسكب العبرات ها هنا لم يفهموا هذه الكلمة تصور أن السبب الوارد من الله سبحانه وتعالى يعني أن الله أجبره أراد الله فخلص هذا الإنسان لا يتمكن من أن يفعل شيئا في مقابل إرادة الله سبحانه وتعالى في حين أن السبب الوارد من الله سبحانه وتعالى ليس بمعنى الجبر وإنما معناه شيء آخر يبين الإمام قلت جعلت في داك فسر لي هذا يعني هذا الشرط الرابع الثلاثة الأولى واضحة أما هذا الرابع شنو معناه فسر لي الإمام فسر له هذا الرابع بمثال أنا كثير من الأحيان الإنسان الأمور المعقولة لا يهضمها لا يدركها إلا إذا صارت محسوسة أو صورت بطريق محسوس ولذا تشوف عندما المدرس مثلا يذكر فكرة يشفع تلك الفكرة بمثال، ليش يذكر المثال؟ لأن المثال يساعد الطالب في فهم الفكرة فلذلك الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يذكر مثالا لتتضح الفكرة حتى أسلوب القرآن الكريم اسلوب انه كثير من الاحيان الافكار التي يريد الله سبحانه وتعالى ارشاد العباد بها يذكرها في قالب قصه، لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب، الله سبحانه وتعالى يذكر الفكره في قالب قصه حتى الناس يدركوا الفكره التي تضمنتها القصة زين الإمام يذكر له مثال مثلا الرجل هذا الرجل مخلى السر ملتفت جسمه صحيح وجسمه وجوارحه كاملة هذا الإنسان يقصد معصية يذهب لكي يأتي بتلك المعصية ما تتوفر له الظروف يريد يقتل إنسان يذهب لقتله فلا يجده هو مهيئ كل المقدمات لكن في اللحظة الأخيرة سبب وارد من الله سبحانه وتعالى ذاك الشخص الذي كان يراد اغتياله وقتله صار لطارئ ما تمكن من المجيء فإذا هذا الإنسان ما تمكن من القاتل. لماذا؟ لأن هناك سبب وارد من الله سبحانه وتعالى أو واحد يريد والعياذ بالله يرتكب الفاحشة جسم سليم أعضاء سليمة يقصد ذلك الفعل الشنيع ثم يذهب فلا يجدها هنا سبب وارد من الله سبحانه وتعالى جاء زين منعه من ذلك يعني هذه المقدمة لم تكن واحد حابسي بالسجن لا يتمكن من فعل الفاحشة ليش لأنه لا توجد عنده من يرتكب معها الفحشاء والمنكر لكن إذا كانت موجودة الله لا يجبره على الفحشاء ولا يأمره بها ولا يجبره على ترك الفحشاء، وإنما ينهاه عنها. الله ينهاه عن ذلك الفعل، بس يجبره بالفعل؟ لا، يجبره بالترك؟ لا، هنا يجي دور اختيار العبد، هذا الاختيار الذي حباه الله سبحانه وتعالى لننظر كيف تعملون. في هذه الحالة اكو سبب وارد من الله. يعني الله سبحانه وتعالى خلقها. ولم يجعل مانعا بينه وبينها تكوينا، ولم يجبره تكوينا، وانما فقط هناك نهي تشريعي. فهو يرتكب الفاحشه او لا يرتكب الفاحشه، هذا باختياره، وهذا الاختيار الله سبحانه وتعالى اعطاه، يعني الله جعل الانسان مختارا. لكن هنا ياتي دور الانسان بنفسه ان يفعل او لا يفعل. فالسبب الوارد كان موجود، يعني لم يكن مانع بينه وبين ارتكاب الفعل، إلا الورع الذي باختياره أوجده في نفسه، أو الفسق الذي باختياره أوجده في نفسه. فإذا العبد عندما تحققت الشروط يستطيع الفعل ويستطيع الترك، والله لا يجبره لا على الفعل ولا على الترك. نعم الله لم يفوض اليه تفويضا كاملا في التشريع، وانما نهاه في المعاصي. والله سبحانه وتعالى لم يفوضه تكوينا تفويضا كاملا بحيث انه لا دور لله سبحانه وتعالى في القضيه، هذا عزل لله عن ملكه، وانما الله هو الذي اعطاه القدره. والله سبحانه وتعالى هو لحظة بلحظه يفيض عليه الوجود والقدره. لكن لم يمنعه فإذا ارتكب فهو بسوء اختياره قد ارتكب المعصية قلت جعلت في ذاك فسر لي هذا قال أن يكون العبد مخلى السرب صحيح الجسم سليم الجوارح هذه الثلاثة معناها واضح يريد أن يزني فلا يجد امرأة زين لا يجدها فهنا سبب وارد من الله سبحانه وتعالى بأن لم تكن امراه في ذلك المكان، لا يتمكن من الفعل، هذا غير مستطيع، لكن ثم يجدها وجدها فإما ان يعصم نفسه فيمتنع كما امتنع يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام الله جبره بترك المعصيه، كلا. الله أراه البرهان وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، برهان الله سبحانه وتعالى بأن الله أحسن تربيته وعصمه لكن العصمة ليس بمعنى الإجبار المعصوم يتمكن من أن يفعل المعصية لكن لا يفعل لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه العلم وملكه حفظ النفس بحيث انه تنكشف له قبح الافعال القبيحه هذا ما ذكرناه مفصلا احنا قلنا انه احنا الناس العاديين بالنسبه الى بعض الاعمال نتعامل كالمعصوم مثلا هل واحد انسان عاقل فكر في يوم من الايام ان ياكل من القاذورات لماذا هل لا يتمكن ما يتمكن لا يتمكن لكن لماذا لا يفعل لأن قبح هذا الفعل منكشف عنده لكن تشوف طفل رضيع مثلا تو بدأ يحبو قد يرى قاذورة ويضعها في فمه لماذا لأن هذا ما إلى إدراك ما منكشف له في قبح هذا العمل أو خبث هذا الشيء الذي يريد أن يضعه في فمه فهنا الآب والأم ينهران هذا مثلا الصغير لكن الإنسان الكبير قبح أكل القاذورات منكشف عنده فلا يأكل من غير جبر المعصوم قبح المعاصي منكشف عنده أكل مال اليتيم الزنا شرب الخمر مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى الكذب هذه قبائح كثير منا يرتكبها لأن قبحها غير منكشف عنده أي سامع حديث رواية حكم شرعي كذا لكن هذا مجرد سماع مو, مو درك حقيقي مو وجدان لذلك الأمر لكن المعصوم الله سبحانه وتعالى كشف له الحقائق فيرى قبح الاشياء فلذا لا يرغب اليها اطلاقا مثال اخر مثلنا طعام مسموم ولذيذ وانت جائع اذا ما تدري ان هذا الطعام مسموم قد تاكل ذلك الطعام لعدم علمك بانه مسموم الغريزه تسوقك لانك جائع ورائحه الطعام مثلا رائحه طيبه وهو طعام لذيذ تاكل منه لكن اذا تعلم بان هذا الطعام مسموم وانت جائع جدا تشم الرائحه وانت جائع لكن لا تقدم على اكل ذلك الطعام باختيارك لا تقدم لماذا لان خبث هذا الطعام باعتبار السم الذي موجود فيه منكشف لك يوسف عليه الصلاه والسلام ما كان مجبور لكن رأى برهان ربه العلم والعصمة التي أعطاهم الله إياه ليوسف عليه السلام فباختياره امتنع فيمتنع كما امتنع يوسف أو يخلي بينه وبين إرادته يعني عند رغبة شهوة فيزني فيسمى زانيا ليس الله جبره على الفاحشة لكن الله سبحانه وتعالى كان له سبب وارد، بمعنى ان الله سبحانه وتعالى خلق هذه المرأة مثلا، ولم يجعل مانعا بين هذا الانسان وبينها، فخذله فارتكب المعصية. ولم يطع ولم يطع الله بإكراه، ولم يعصه بغلبه، يعني ذاك اللي أطاع الله سبحانه وتعالى. استعصم عن فعل الفحشاء هل الله أكرهه على ذلك؟ كلا إحنا عندنا كثير من المؤمنين والمؤمن أيضا له شهوة حاله حال بقية الناس ليس ناقص الخلق بحيث لا تكون له شهوة لكن لماذا لا يرتكب المعاصي؟ هل لأن الله أكرهه كلا؟ لأن الله وفقه لذلك بدون جبر. هو احسن تربيه نفسه قوى ايمانه، فكر في العواقب فلم يرتكب. زين ذاك اللي عصى الله سبحانه وتعالى، الله اكرهه؟ لا. هل ارادته غلبت اراده الله سبحانه وتعالى؟ كلا. لذلك الامام يقول ولم يعصه بغلبه. وإنما الله إرادة التشريعية كانت موجودة لذا العمل حرام سواء هذا ارتكب أو لم يرتكب العمل حرام أما إرادته التكوينية لم تكن منع هذا الإنسان عن المعصية إرادته التكوينية أن الإنسان يكون مختارا أن الإنسان يمتحن فلم ولم يعصه بغلبة بحيث أنه تقول إرادة هذا الإنسان والعياذ بالله غلبت إرادة الله كلا الله غالب على امره، لكن الله سبحانه وتعالى في عصيان العبيد إرادته التشريعية موجودة الحرمة، لكن إرادة تكوينية عنده في أن لا يفعل العبد وأن يجبره على ذلك، كلا. فإذا تبين أن الإنسان مستطيع فالأفعال الاختيارية يتمكن من فعلها ويتمكن من تركها، ليس هذا تفويضا ولا جبرا كما بينه الإمام عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين